كان يتمس فيه وجهد فيه كان فيه وعد الرجالات كان فيه خدامة في صمت وبسكوت وبهدوء. ما بغيتش نتكلم نتكلم على الفلسفات تاع الكرسي ما بغيتش نقول لا، ولكن بغيت نتكلم على الجمعية ديالنا هذا اليوم لما تسافر لمدة 3 شهور استطاعت باش تقوم بهذا الفتح البهيج بما هي مجموعة من الفعاليات مكرمات الأخوات المتواجدين معنا تنشكرهم الحضور ديالهم. كان الهدف واحد بكل صراحة، إن بغينا أخوات فعاليات النسائية خاصة في الشعب الخارجي أرض مكناس بغينا تجي تصح معنا في مكناس، وحنا كمجتمع مدني تصح معنا. ما يمكنش مجموعة أخوات كيشتغلوا على مستوى الرباط مستوى الدار البيضاء وكيدعوا حنا في مكناس ديك الاعتراف اليوم ما موجودش. صحيح كما قال مجموعة الإخوان أننا كاين مرجعية وكاين شوية أقدام بها سير، ولكن اليوم حنا فرحانين وخجلانين بالحضور ديالكم والتشجيعات ديالكم بغياب ديال 7 سنوات ربما كان فرحة بيوم فيها. ولكن ذكرتي المجال السياسي وكيتواجد معنا هذا من الأهرامات في مدينة عناس اللي تعلمنا عليه في الأخير يوسع الطائرين كاين مجموعة من الكلمات اللي وجدوها لي خويا في المكسيك وكل سنة كيترتاج بين الهدرو والكتر والكتر. هذه الجمعية الكبرى، هذه الجمعية ديالكم كنتمنى من الله في هذا الحفل الباهج يرقكم. اللي بغيت نعتذر على مجموعة ديال الفعاليات النسائية كان كنقول لنا وكيمكن لنا قبول تكريم جميع نساء مدينة الدنيا. أنا كنعتذر نيابة عن الإخوان ولكن ما تنقولش الإمكانيات المادية، لاقاش بكل صراحة وبكل صدق ما بين الناس اللي كنستقروا بها الجمعيه ديالنا ان كاع الفاعلين الاقتصاديين او المجالس المنتخبه من التشكيله ديالنا وبغات تساهم معنا في اي حاجه، وهذا شكر كنشكروه كنشكر. كنشكر السيد رئيس الجهه ممتاز اخت نشرة الشيخ هي حاضره معنا وهي مكرمه من المكرمات السيد عصابه سلطه باش تكون عليه. كذلك نشكر الشيخ عبد الله بوانو رئيس المجلس البلدي على الدعم ديالو، كذلك على النساء بالنسبة للسي يحيى رئيس المجلس التحريري اللي تا هو المساعد ديالو، ونتمنى من الله خير الاقتصاد على هذا الشيء راه باش يصير معنا. وشكرا شكرا لكم بزاف. الشبوبية كانت كريمة فيها الشعر والشعر والكلام بزاف، ولكن بغيت نهضر من القلب. مرحبا بكم في الجمعية ديالنا في عهد السادة، بغينا نكون بغينا نكونوا قيمة مضافة مع نسيج الجمعوي. حنا مستعدين نشتغلوا في إطار الشراكة، كاين مجموعة ديال التظاهرات خاصة الأسبوع المقبل إن شاء الله، تنتمنى من الله قليلا أن نكونوا النهار سواء تطلع في مدينة تونس وشكرا.